كذا أو غيرها، كيف تغتنم أو يبحث عن الفرص؟ يعني سؤال لنا. يعني في فرص تتاح، أنا أذكر أخباركم مثلا، أنا سويت بايلوت وجيت وجربوني وصار في جو متودد، لأنه أنا اختبرني عبد الحكيم السيف وماجد صلاحات. ماجد صلاحات عندي الأرفيس، استقبل الاتصال يا أخي، استقبل الاتصال وأنا توترت. عبد الحكيم السيف، ألو السلام عليكم. فيبدو لي ما نجحت في البايلوت، فمشيت. جتني فرصة تزود ونجحت فيها، الله لك الحمد، وبالتالي قدمت أخباركم بعد كذا، وصار زميلي عبد الحكيم السيف اللي كان يكتبني. وزميلي هذا الأستاذ، أنا تو أحس إلى الشباب والبنت موجود، أقول هذا أستاذ، لا لا نتعلم منه، سواء في الإعلام أو في الحياة. أبو أمين منظومة، سواء في الإعلام أو في الحياة، النجاح في الأذهان يسبق النجاح في الميدان، والخوف الذي في الأذهان أكبر من النجاح في الواقع والميدان. والله جد، يعني أنت لو في ذهنيتك أنك ستنجح بإذن الله ستنجح، لكن إذا أنت في ذهنيتك أحيانا لما تكون مثال تتمنى تشتري سيارة معينة، مو لما تطلع للشارع أستاذ وليد تصير ترى السيارة هذه في كل مكان، ليس لأن عددها كثر لكن اهتمامك بها زاد. أنت لما تركز على هدف معين ليس ترى كل الناس مشغولون به أو كذا، لكن أنت لأنه اهتمامك صار عالي، فصار أي واحد يلمح لهذا الاهتمام تحس كأنه يعنيك ويقصدك، فانجح في ذهنك ستنجح في ميدانك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.